مرحبا بك معنا. بارك الله فيك اخت سناء. البارح كنا تكلمنا في خلال فقراتنا في البرنامج تكلمنا على المراه الحامل كيفاش تحافظ على الجمال ديالها، وكنعرفوا ان المراه الحامل في ديك الفتره ديال الحمل كتخاف حساسه بزاف، يعني فعلا كتخاف على الصحه ديالها وعلى صحه الجنين ديالها، وبالتالي ما كتقدرش دير شي مواد اللي هي يعني قويه، شي اقنعه اللي كتكون فيها بزاف ديال المكونات. فشنو كتقترحي على المراه الحامل الله يمتعها بسلامه، يعني تكون اقنعه طبيعيه وسهله وتكون بسيطه في المتناول وبسيطه بالنسبه للمراه الحامل كتكون حساسه بزاف والبشره ديالها كذلك، فكان نقترحوا عليها واحد الاقنعه يعني جد بسيطه، بحال الا بغات تزول الخلايا من البشره ديالها سواء في العنق او في الصدر او في الوجه، فكتاخذ واحد البطاطا كتسلقها وكتاخذ شويه من الرز مدقوق والرز مطحون يعني العادي وكتمسها هكا مع داك الدقيق ديال الرز، يعني نطحنوا الرز مزيان داك العادي كناخذها مع السلوقه حتى هي كنعكوها وحده مسلوقه مع معلقه ديال الرز وكتمعكم مع بعضياتهم مزيان وكتعملهم ماسك في الوجه ديالها، هذا كيزول دوك الخلايا الميته دوك كتديرهم على الوجه ديالها وعلى العنق ديالها وكتخليهم واحد المده معينه على ما تنشفوا، وكتبدا كدير واحد العمليه ديال الدلك بطريقه دائريه وغير بشويش حتى كتزول كل شيء، هذاك القناع اللي دارت ديروا مثلا هذيك عمليه الدلك القناع ديروا مره في الاسبوع جوج المرات، ما كاين حتى شي ممكن ديروا جوج مرات في الاسبوع لانه الا ما نفعش ما غاديش يضرها مره فعلا، ما فيه حتى شي ممكن بسيط بزاف وما فيه شي. ومن بعد ملي كتحيد هذا القناع كتزولو كتاخذ القطن وكديرو في المورد وكتمسح به الوجه ديالها البلايص اللي دارت فيهم هذا القناع، هذا القناع يعني المورد مهم بزاف تمسح به البشره، مهم بزاف لان كاين نشط خلايا البشره. هذا بالنسبه كيف ما قلتي لنا قناع بسيط جدا طبيعي للمراه كيفاش تعتني بالبشره ديالها، غير البطاطا مسلوقه وصغيره وكذلك معلقه ديال الرز مطحون ودائما تساعد تمسح بالماء ديال الورد. غادي ناخذ يا تفضلي الا سمحتي كاين واحد القناع اخر بالنسبه لعيالات الحوامل اللي كنعرفو جميع، يعني كيتكونوا في واحد البقع في الوجه ديالهم او في الصدر ديالهم وبارفوا كيتوجد حتى في الكرش ديالهم، فكاين واحد القناع يعني باش يزول لهم هاد البقع اللي كيخرجوا. كاينه كتاخذ العكر الفاسي، العكر الفاسي نوع ممتاز فوالا، العكر الفاسي والحلبه والماء ديال الورد، والماء ديال الورد العكر الفاسي والحلبه والماء ديال الورد كتخلطهم كقناع وكتحطهم على هاد الاماكن اللي فيهم هاد البقع وكتخليهم لمده ديال 20 دقيقه. واخا حتى هذا قناع بسيط. ناخذ مكالمه مدام لطيفه معنا ايمان من سيدي قاسم. الو ايمان. الو اهلا ايمان. اختي بخير لاباس الحمد لله الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا ايمان. بارك الله فيك اختي، كي دايره لطيفه خضراوي لاباس؟ لاباس الله يجازيك بخير لله. مباشره تفضلي عندك شي تساؤل تجميلي؟ للاسف انقطع الخط. المهم سمعنا صوتك على خير، تحيه الايمان وتحيه لكل اوفياء انا بسيدي قاسم. ناخذ خديجه من سطات. الو اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام خديجه، كي دايره اختي سناء؟ الله يبارك فيك الحمد لله. الحمد لله. انا فكرت بغيت نقول الخضره ديالي تعطيني شي ماسك، البشره ديالي دهنيه. البشره دهنيه واخا واخا. وسناء عفاك بغيت النيميرو ديال الدكتور مبارك الدريبي. البروفيسور ميمون واخا ما تقطعيش معنا لو سمحتي خديجه، وحنا غادي نجاوبوا على الطلب ديالك العنايه بالبشره الدهنيه، كنا ركزنا على الاسبوع الفايت وما فيها بس نذكروا المستمعات. ناخذوا لطيفه. الو لطيفه من اكادير. اهلا لطيفه. الو صباح النور سناء. اهلا بك لطيفه لاباس عليك؟ صباح النور. صباح النور بالاخت لطيفه الحضراوي اللي كنشكرها بزاف، كنستافدوا منها بزاف. زعما كنتيزي انني غنهضر معك واخا عتي نهار بديتو وانا كنحاول نتصل بكم، واليوم عندي الزهر نهضر معاكم. الحمد لله مرحبا بك معنا. الله يخليك اخت سناء. قبل ما نبدا ممكن بغيتي نقول واحد الكلمه، واحد الكلمه في حقك صغيره 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 بزاف عاد ندز. الو الو انت سناء كم انت لطيفه، كم انت لطيفه رقيقه المشاعر والاحساسات، نزيهه رزينه الطباع كالورد الفواح بالنسمات. رعاك الله يا اميره اللقاء ويا اميره المستمعات. اقولها راني مرتزقه أقولها دون مداهنة ولا نفاق، والله أعلم بالنيات. الله يختك. وشكرا سامح حبيبة ديالي. تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف وهذا الشيء ما يزيد إلا يشجعنا.
تبارك الله عليك تسهلوا كل خير. سنة تهلي بغيت غير نسول أخت لطفة حضراوي الله يخليك. إيه تفضلي لالا. سيتي بوسيبل. تفضلي لطفة. تفضل تفضل. ألو أخت لطفة. نعم لالا. خليك أنا عندي لابو دابا ما عرفتش واش مشيت خلطت سيت ندافو خلطت شي أقنعة ولا ما نعرف عندي لابو دابا ولات كتحمر أي حاجة ميم غير مون بيبي لابسني في وجهي ولا شي حاجة عندي لابو كتحمر. كاين دي فوا شحال هذا رقيق وكان كيخرجوا بحال ولات عندي حساسه. بشرح حساسه ما عجبنيش هي لابو عندي ماشي فيها عندي غير ديغيان ديال التو ولكن غير كتحمر وما عرفتش بحال متعبه بحال فاتكي. داكوغ انا تلقى ان شاء الله واحد القناه ما عرفتش اختي لطيفه حضره والله كنمرجاك سي سي يلاه غير وجدي ستيلو لا جوندو اكيد انا غادي نجاوب على التساؤلات ديالك. شكرا اختي سناء وكنتمنى نتصل بكم مره اخرى عندكم وصفات مطبخيه وهذا ونصائح مطبخيه حتى هي. مرحبا بالحداقه ديالك لطيفه في اي وقت تبارك الله عليك. الله يعطيك اخت سناء شكرا لك بزاف على هذه الكلمه الطيبه كنشكرك بزاف لطيفه من اكادير على تواصلك معنا. غادي ناخذ مكالمه اخرى. عائشه من مراكش. صباح النور سناء. اهلا بك عائشه. تبارك الحبيبه الحمد لله الله يبارك فيك. الله يلتحسك وحق الله العظيم. شكرا بزاف على تحية لك وتحية للطاقم التقني والدكتورة لطيفة الخضراوي خبيرة خبيرة ديالها الجبة اللي كتقوم به معنا. شكرا شكرا العفو العفو. الله يخليك عندي واحد جوج تساؤلات الله يعطيك الصحة. عندي التساؤل السؤال الأول بغيت وصفة ديال الشعر بدون مواد كيماوية ويكون يكون اللون ديالها قهوي. الصباغة. نعم. لون بني. بدون مواد كيماوية. واخا. والمشكل اللي عندي عندي لابو ديالي فوجي عندي لابو ناشفة بزاف عاد وكتقصر كيكون عندي حرشة وكتقصر لي وعندي ديطاش شوية بحال بحال بنيين فوجي. بغيت شي قناع اللي طبيعي الله يعطيك الصحة. أنا رسول عين عايش. وسنة أختي بغيت نطلبك واحد الطلبية لازم على خاطرك لالا. مرحبا. واش يمكن ناخذ التليفون ديالك بغيتك في مسألة ضرورية. واخا مرحبا بكل صراحه ما تقطعيش معنا لا سمحتي لانه ستوندار كل يعني كامل واحد المجهود كيستقبل المكالمات فغير صبري معنا شويه ماشي مشكل. شكرا بزاف عائشه من مراكش على تواصلك معنا. غادي ناخذ جوج المكالمات ومن بعده غادي نتوقفوا غير باش نجاوبوا على طلبات المستمعين ونرجعوا نكملوا دائما نستقبل مكالماتكم الهاتفيه. معنا ام سهيل من اكادير. ام سهيل اهلا بك ام سهيل. الله يبارك فيك. بغيت نسولك كانت عطات الخبيره واحد الماسك على المسامات. ايه تضيق المسام. الخميره ديال الدار الخميره المعجونه العاديه عاديه اللي كنعجنوا بها عاديه. واخا ولكن الا سمحتي ام سهيل غير قربي من التليفون لانه كنسمعوا الصوت ديالك بعيد. على واحد السؤال اخر على التقديم واخا بالنسبه للتساؤل غير نرجعوك للستاندار وغادي ياخذوا التساؤل ديالك واخا الا سمحتي ام سهيل. بالنسبه للخميره خميره معجونه ما تقطعش معنا نرجعوك للستاندار ونتعرفوا على التساؤل ديالك واكيد ان شاء الله نجاوب عليه خلال هذا الاسبوع. مشكوره ام سهيل من اكادير. غادي ناخذوا خديجه من العيون. خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله خديجه. كنشكرك استاذه سناء على البرنامج. العفو العفو. وانا فرحانه بزاف اني شاركت معكم هذا النهار. مرحبا بك ان شاء الله ومبقاو ديما على تواصل خديجه. بغيت نطلبك اختي ترطيب شعري وطاح لي بزاف. كيطيح وكيتقرد. ايه فعلا. واخا غادي نعطيوك ماسكات طبيعيه واكيد على انه لطيفه الخضراوي يعني كنتي قدمتي لنا واحد جوج ماسكات لقاو استحسان ديال المستمعات يعني اللي كيتواصلوا معايا في فيسبوك وحتى في المنتدى ديال مولاتي يعني هذيك ديال الروز وكذلك ديال القشور ديال البنان. خديجه من العيون مشكور على التساؤل ديالك كنشكرك بزاف. معنا جهاد من اكادير. الو صباح الخير. اهلا جهاد. بارك الله فيك. هذه اول مره كنشارك معكم. مرحبا بك. ولكن عاد كثر نتمنى تكون صدقة دائما ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. ما ينسول خديجه بجميل. عندي بزاف ديال لي فيرجيتور من بعد الحمل. ايه دابا ولدتي تقريبا 4 شهور مازالين هما واخا كنزنهم في الحمل بالزيت البلديه وداك الشيء. يعني فيرجيتور بزاف. واخا عندي بزاف ديال فيرجيتور بصح في رجلي وفي كل شيء. واخا شكرا.
ان شاء الله. انا سلامتك وكنشكرك بزاف على هذا على تواصلك معنا. يلاه يعني ربع شهور باش ولدات. غادي نجاوبوا على التساؤلات. نبداو بخديجه من سطات الليل بشرات ديالها دهنيه. كنا عطينا بعض الاقنعه اللي هي بسيطه جدا لتضييق المسام في نفس الوقت لامتصاص هذوك الزيوت وذوك الافرازات اللي كتعاني منها البشره الدهنيه. فشنو كتقترحي على خديجه من سطات بالنسبه للبشره الدهنيه؟ غادي تاخذ مطيشه تحكها غتحيد لها الزرعه ديالها وغتسحكها وغدير معاها جوج معالق ديال الدقيق الابيض. مطيشه مع جوج معالق ديال الدقيق الابيض ومطيشه محكوكه. مطيشه تحيد لها الزرعه ديالها وتحكها وديرها مع جوج معالق ديال الدقيق الابيض الفورس هكا. غتعمل هذا الماسك وتخليه نص ساعه في الوجه ديالها. ملي غادي تمسح الوجه ديالها غتغسلو توصل نص ساعه وتغسل الوجه ديالها. غادي تاخذ الزير وغتخوي عليه الماء طايب ومن يطلق مزيان تبدا ديروا الوسيون للوجه ديالها. ان شاء الله ما غاديش يبقى هذا المشكل اللي كتعاني منه. اذا هذه بالنسبه للعنايه بالبشره الدهنيه ماسك طبيعي وسهل من الخضره ديال مطيشه. لطيفه من اكادير المستمعه الوفيه البشره ديالها حساسه بزاف وقالت لي ولات كتحمر ليها وكتحس على انه البشره ديالها ولات يعني متعبه فيها واحد الاجهاد. خصها تاخذ هذه السيده غادي تاخذ الدقيق ديال الروز وغادي تاخذ بنانة تكون صغيرة شوية وغادي تاخد معهم واحد تقريبا ربع كاس ديال الماء الورد وغادي تطحنهم باش يوليو على شكل كريم. وهذاك هو الماسك ديالها اللي غتبدا دير البشره ديالها. ما غاديش تبقى حساسه وما غتبقاش ديك الحموره وحتى داك الحب الرقيق اللي كيكون فيها ما غاديش يبقى. ان شاء الله. ما قلتش بالنسبه للي عنده البشره حساسه اكيد هنا حتى الماء ديال الخيزو حتى هو يعني كيهمد هذيك البشره. الماء ديال الخيزو صافي كالمي كيكالمي هذوك الرقيق اللي كيسمى. اذا هذه العنايه بالبشره الحساسه. ومازال ان شاء الله لطيفه غادي نتكلموا على البشره الحساسه يعني في الحلقات المقبله ان شاء الله. ان شاء الله. عائشه من مراكش طلبت واحد صباغه بالشعر باللون البني وما تكونش فيها يعني ما فيهاش كيمويه لانه كتهضر على المد الاكسجين كنظن. صباغه الشعر باللون البني اذا ما كانش واجده ناخذوا بالنسبه للون البني كتاخذ كيف سبق لينا عطينا البابونج. كتاخذ البابونج والكركديه وكتاخذ ريحان الريحان. بحال مثلا عملنا جوج الكيسان ديال الريحان كنعملوا معاها عشق وحده ديال كركديه مدقوق وكنعملوا معاها كاس ديال البابونج مدقوق. ولكن الكركديه ما كتعطينيش اللون احمر يعني غادي نديروا ميلونج دابا خدينا غير عشق هكذا كاين ما كنبغيوش الميلونج. حنا ملي كنبغيو الاحمر كنكثروه. دابا هذه ملاحظه مهمه كنقصوا من المواد الاخرى. واخا دابا الا بغينا اللون بني خصنا نضبطوا الكميه اللي عطيتينا. نعاودوا نذكروا بها سمحتي جوج كيسان ديال الريحان وكاس ديال البابونج وعشق كبيره ديال الكركديه يعني كميه قليله. الريحان تيكون غالب على الكميه ديال وكتخلطهم بالماء عادي وكتعملهم في الشعر ديالها مده ديال ساعه حتى ساعتين. واخا كذلك كتعاني من البشره ناشفه وكتقشر لها وبغات شي قناع لحد من هذوك لي طاش البشره ناشفه. على ديك يعني البشره كنا الاسبوع اللي فات كنا تكلمنا عطيتينا بزاف ديال الاقنعه لحد من المشكل ديال الكلف دوك ازاله دوك الخلايا. عطيتينا واحد القناع ديال البطاطا وكان فيه واحد الخلط لانه ما عرفوش باش كيتجمع. فلا سمحتي هذه فرصه بما انه غنتكلموا على البشره الناشفه اللي كتقشر يعني قناع ونعطيو كذلك هذاك القناع الخاص بالكلف اللي فيه البطاطا مسلوقه. اللي فيه البطاطا كنا درنا بزاف الاقنعه ولكن انا غنعطي واحد فيهم لان ما عرفتش اش من القناع هي كتسائل عليه. كاين واحد هذا ديال البطاطا تا هو كنديروا البطاطا مسلوقه وكنديروا معاها معلقه كبيره ديال الحلبه وكنديروا معاها معلقه كبيره ديال الرز مدقوق. ديال الرز مدقوق يعني هادو كل المكونات ناشفين. البطاطا كتكون شويه معلكه وبالتالي كتجمع لينا حتى البطاطا ملي كتكون مسلوقه راه هي معلكه هي كتجمع. وكندلكو مزيان هاد الخليط وكنحطوه كماسك على الوجه ديالنا. واخا البطاطا مسلوقه وكذلك الحلبه مطحونه ودقيق ديال الرز كيخفف كثير من الوقع. اذا هذه بالنسبه لحد من المشكل ديال الكلف واللي عندهم مشكله ثاني قناع اخر ديال الكلف حتى هو غنعطيو ليه ان شاء الله اليوم. واخا بالنسبه للي عنده البشره ناشفه وكتقشر في هذوك القشور بالنسبه للبشره اللي كتكون ممكن مش ندهنوا غير بزيوت البشره الا كانت ناشفه ما غادي الا واخا كنديروا الزيوت يعني وحدهم ما كتستافدش شي منهم الا ما كانش واحد ليكيد يعني كانت عندها شحال بحال هاد الزيوت. الا بغينا نديروا زيت البشره الناشفه كنديروا الزيت ديال الذره. كنديروا الزيت ديال الذره دونك هنا غادي ناخذوا واحد جوج عواشق من دقيق. من الدقيق الاحمر
كناخذوا جوج واشق الدقيق الاحمر يعني ديال الزرع كنقولوا الدقيق ديال الزرع هكا باش يفهموا الناس. الدقيق ديال الزرع كناخذوا منه جوج معالق وكنديروا معاه ثلاثه المعالق ديال زيت الذره وكنعملوا معاه الماء ديال الورد وكنعملوا معاه الماء ديال الورد. دونك هنا قلنا كناخذوا جوج معالق كبار ديال دقيق الزرع دقيق الزرع وكناخذوا ثلاث معالق ديال زيت الذره وكناخذوا الماء ديال الورد تخلطوا كيتخلط هذا الخليط وكيتحط على الوجه اللي تيكون ناشف بزاف وفي القشور. هذا الحد من المشكل كيف ما قلت لنا ديال ليطاش واللي ناشف اللي عنده البشره ناشفه وكذلك في هذيك القشره. بالنسبه لخديجه من العيون اللي كتعاني من المشكل ديال كانت كدير ترطيبه في الشعر كريمه التمليس وبالتالي معروفه على انهم كيضروا الشعر وكيداوي يقردوا يعني من الوسط ديال الشعر, فشنو ننصحوا هذه المستمعه وكثير من المستمعات اللي كيعانوا من هذا المشكل بغا عادي يعاودوا يرجعوا يعتنيوا بالشعر ديالهم؟ المشكل راه ماشي في الترطيبه, المشكل في الناس اللي كيطبقوها عندها طريقه خاصه بزاف وكتبغي تنظيف بزاف هذاك الاسبوع اللي كتكون دايرها كتبغي النظافه كثيره. دونك هاد السيده كاينين يعني مواد غادي تبدا ديرهم للشعر ديالها باش تعالج الشعر ديالها غتبدا تاخذ. دابا الشعر ما قالتش لك واش عندها تقصف فيه ولا لا؟ كنظن يعني هي قالت لك كنت كندير ترطيبات ديال الشعر وهي غير كتكحل يعني كتسكت ولا عندها تقصف. المهم الا بغينا هو كنعرفوا على انه الشعر الا كنا كنديروا فيه الترطيبه كيف ما قلتي ولا ما كانش بالطريقه المضبوطه غادي تعطينا تساقط الشعر وغادي تعطينا الشعر مقرد يعني متكسر بزاف. فشنو نقدموا لهاد المستمعه ولا المستمعات اللي كيعانيو من هاد المشكل؟ كثير من السيدات اللي كانوا كيديروها عند الصالونات ديال الحلاقه وبالتالي ملي عرفوا غير بالخبره يعني غير بالشوفه يعني كيعرفوا كيفاش لو كيديروها في الدار وبالتالي كيغلطوا حتى في الطريقه. دونك حنا غادي نعطيو لهاد السيده غادي نقولوا ليها باش تاخذ واحد معلقه ديال الحرم المدقوق. معلقه ديال الحنا معلقه ديال الحرم المدقوق ومعلقه ديال الريحان كلشي هادشي اللي غادي نقولوا ليها راه كيكون مدقوق. كدير الحرمل وكدير الريحان وكدير واحد العاشق من تنقولوا تار يعني تاره واحد العشبه معروفه تاره كتاخذ حتى هي معلقه منها من الحرمل وكتاخذ الريحان وكتاخذ تاره كتاخذ هاد المواد وكتعملهم مع الزيت ديال الزيتون يعني زيت عادي زيت ديالنا ديال الزيتون وكتخلطهم وكديرهم في الفروه ديال الراس ديالها وكتحكهم مزيان ولكن بالشرط الا كانت في اخر النهار غتغسلهم ما خصهاش تبات بهم. الناس اللي كيبغيو يعالجوا الشعر ديالهم من التساقط راه الا عملوا له الدواء بالنهار كيخصو يتغسل قبل ينعسوا في الليل لان ملي كينعسوا في الليل راه الشعر كيتساقط لان عندنا واحد الغده سبحان الله الوقت هي الوحيده في الذات ديال البشر ملي كنعسوا حنا هي كترسى ما كديرش العمل ديالها فتما فاش كيتسبب سقوط الشعر يعني دائما الشعر ملي كنعملوا ليه شي دواء بنهار كيخصو يتغسل قبل ما ينعس الانسان. فهاد السيده الا هي غتبع هكا راه غديرها ثلاثه المرات في الاسبوع الا غتعمل هاد الشقيقه خصها ديرها ثلاثه المرات في الاسبوع ولكن بشرط الا كانت ديرها بنهار وتغسلها قبل ما تنعس. دن ايه كنظن جاوبنا على تساؤلات كل المستمعات اللي تواصلوا معنا عبر المكالمات الهاتفيه. بقى معنا تساؤل جهاد من اكادير اللي ربع شهور باش ولدات وعندها يعني خطوط لفيرجيتور على مستوى الرجلين وكذلك على مستوى البطن كيصعب هادو باش نزولو صعب بزاف هادو غير كنديروا يعني كنحاولوا نخفوا منهم ما هو باش يحيدوا يعني نهائيا ف ما فعلا لا ما كيتحيدوش ما كيت ما كيتحيدوش هادوك غير كنخفوا منهم. هما النصيحه لعيالات الحوامل يعني ما يحكوش في الفتره ديال الحمل ما خصهمش يحكوا يعني كيقرص الحمل يعني مع البطن كيبدا كيوسع وكيكبر كيتمدد البطن فما خصهمش يبقاو كيحكوا حتى الا جات هذاك كيجي هذاك القرص ديال البطن خاصها تاخذ واحد شويه ديال الزيت وتدهل الاماكن اللي كتحس بهم كيقرصوا ما تحكوش كمش بالاظافر ديالها لان هذاك هو المشكل كيبدا. فهنايا هاد السيده نقدر نقولوا لها تاخذ البودره ديال الحليب وتاخذ الرز مدقوق الحليب غبره والرز مطحون وتاخذ الرز مدقوق وتخلطهم عادي بالماء ديال الورد وتبدا كتحطهم دي ماسك على البلايص اللي عندها في لان احنا عندنا الحليب ومع الرز كيعطينا واحد البياض لهذاك
البلاصه اللي عندها هي بدات تزرق لها. وعندنا الروز وانه كيرمم الخلايا، يعني في ماده خاصه كدير ترميم الخلايا ميته. هنا غادي تحاول يعني واحد شويه تخفف من اللون ديالهم، نخففهم اللون ونخففوا حتى من داك التمزقه ديالهم اللي كاينه. واخا، اذا جاوبنا على تساؤلات كل المستمعين. تحيه لكم وعفاك، بغيت شي جل لتثبيت الشعر. اذا تحيه للمستمع الوفي كريم مراكش، كنشكرك بزاف على ثقتك في البرنامج. غادي نجاوبوا بالنسبه للجل، جل خاص بالشعر واللي طلبات كثير عليه، فنجاوبوا على اول طلب. بالنسبه للجل اللي خاص بالشعر، عندنا 30 ميل من ماء الكوكو، 80 مليلتر من ماء الكوكو، 30 ميل من ماء الكوكو. وعندنا عصير برتقاله صغيره، عصير ديال الليمونه. بالنسبه للماء الكوكو واش يعني مباشره هذيك الفاكهه نطحنوها لذاك الماء ديالها؟ ناخذوا الماء ديالها، الماء ديالها الفاكهه ناخذوا الماء ديالها. واخا، عصير الليمون. وعندنا جوج معالق صغار ديال زيت الزيتون، جوج معالق صغار ديال زيت الزيتون. وعندنا جوج معالق صغار ديال الخل التفاح. وعندنا جوج معالق صغار ديال الورد، ماء الورد. جوج معالق صغار ديال ماء الورد. وعندنا حك ديال الجليسيلين، كريم جليسيلين. الكريم. غادي ناخذوا هاد العواصر اللي عندنا ديال الكوكو، ديال الخيمات، ديال 30 مليلتر ديال فاكهه الماء ديال فاكهه الكوكو. والعصير ديال الليمونه صغيره وجوج المعالق صغار ديال خل التفاح، وجوج المعالق صغار ديال ماء الورد، وعلبه ديال زيت الزيتون، زيت الزيتون اللي ما سجلتهاش. الزيتون غادي نخلطوهم هاد سوائل، غنخلطوهم مزيان بيناتهم، وغنضيفوا عليهم حك ديال كريم غريسيلين. وغادي نعملوا عمليه الدلك بحال اللي كنبداو كندلكوا في الشكل ديال، غنخلطوهم مزيان، نخلطوهم مزيان حتى غنقادوه مزيان، وغادي نديروه في حك اخر وغنخشيو في الثلاجه. فعلا يبقى في الثلاجه تقريبا واحد المده ديال يوم، باش كيقبط راسهم، غادي يقبطوا راسهم هما مع داك الكريم. وكنبداو نديروا فوائد كثيره للشعر، هذا اكيد ما كيضر، ما غاديش يضر الشعر، فوائد كثيره للشعر، فوائد كثيره للشعر. وبالنسبه للرائحه، كيعطي رائحه ديال الكوكو معروفه، طيبه طيبه رائحه ديالته، كثير من المستحضرات، وخاصه يعني لا جيل كيستعملوا فيهم، اولا الزيوت اللي كترطب الشعر كيستعملوا فيها الكوكو، وبالتالي غتعطي رائحه. وحتى الطريقه سهله، ممكن يعني اي مستمع يجربها، يصيبها، جربوها الناس بزاف، زوجاتها من عند الاستاذ ضيافي سعيد، جربوها الناس بزاف وكانت يعني مزيانه بزاف، عطات النتيجه، وما كيطيحش فيها الشعر، ما كتخسرش الزغبه. واخا، اذا هذه بالنسبه للجل تثبيت الشعر الخاصه بالرجال، وغادي نعاودوا ان شاء الله نركزوا عليها خلال اسابيعنا المقبله، باش تكون فرصه على كل مستمعينا الاوفياء فين ما كانوا، نرضيوهم شويه ونجاوبوا على بعض الطلبات ديالهم. تفضلي. بالنسبه للسيده اللي عندها حب شباب، اللي بالنسبه للسيده كاين جوج ديال المستمعات، غادي نقراو الاس ام اس. سلام اختي سناء، معك خديجه من العيون، انا عندي واحد الطلب، عندي الحبوب في الوجه ديالي، ماشي الحب شباب ملي يعني كيبغيو يعني كيخليو بلاصتهم، عندي البشره دهنيه وحساسه، وعندي المسام واسعين، اكيد انه ملي كيكونوا المسام واسعين كيعطيونا بشره دهنيه، كيعطيونا حبوب حالي. كذلك انا عندي 30 في العمر ديالي، ومازال كيجيني الحبوب وتيكون حمر وتيخلي لاطخاس، ومشيت عند درماتو درت لي البيلينغ، ولكن رجع جاوبوني عفاك. اذا تقريبا نفس التساؤلات ديال المستمعين بالنسبه للحب الشباب كنا تكلمنا عليه اليوم. بالنسبه اللي عندهم الحب الشباب، غادي ياخذوا معلقه ديال البابونج مدقوق، وغادي ياخذوا الماء ديال الخزامه، يعني الخزامه غادي يديروها في الماء طايب وياخذوا الماء ديالها. وغادي ياخذوا عصير برتقاله، ماشي حامضه، برتقاله، يعني عصير برتقاله. وغادي ياخذوا الزيت ديال سكنجبير، هادشي كله غادي يتخلط مزيان، وغادي تحط على البلايص اللي فيهم حب الشباب، وكتكرر العمليه جوج مرات في الاسبوع، جوج مرات في الاسبوع، المده اللي غادي يخليو في الوجه ديالهم ما يفوتوش ربع ساعه الايام الاولى. دابا نضبطوا المكونات ونضبطوا حتى الوقت المحدد باش نلقاو النتيجه، الا كان احترام ديال الوقت وديال استعمال المكونات، راه حنا كنغلطوا شويه مزيانا، كنغلطوا شويه كنقولوا لا اربع ساعه ما فيها باس، الا زدنا واحد قسم ولا جوج ولا قسمين، ولكن الحاجه الا تزاد على حدها راه كتبقى فعلا كنخافوا، كنبغيو حنا النتيجه، ولكن كيفما قلت دائما الحاجه نمشيو بواحد التريوت باش كتكون النتيجه مزيانه.
كذلك اس ام اس اخر توصلنا به سلام سناء صافا عافاك بغيت وصفه لازاله النمش تكون مجربه ميرسي هذه رشا من مراكش مشكورة رشا على التساؤل ديالك لازاله النمش كاين اللي كيجي في الحمد لله كيجي عطينا هذه الوصفه حنا غنعاودو نعطيوها وتلقيت يعني مكالمات كثيره الناس وافقتهم والاخت سناء تسجل عندنا جوج معالق كبار من الخرطان جوج معالق كبار ديال الخرطان اللي هو الشوفان جوج معالق كبار ديال العسل الحر معلقه صغيره زيت اللوز ومعلقه صغيره زيت جلجلان معلقه صغيره ديال زيت الزنجلان كنخلطوا هذا الشيء مزيان وكنحطوه على البلايص اللي فيهم النمس سواء الوجه ولا اليدين في المكان واخا يكون كاين عندها في الصدر كاين عندها في الظهر كتحطوا عليه هذا الخليط وكتخليه مده ديال نص ساعه نص ساعه نذكروا قلتي لنا ازاله النمس سواء من اليدين او الوجه او اي مكان اي مكان فيه النمس جوج المعالق كبار ديال الخرطان اللي هو الشوفان وجوج المعالق كبار ديال العسل الحر معلقه صغيره ديال زيت اللوز معلقه صغيره ديال زيت الزنجلان كيتخلطوا كنخليوهم نص ساعه نخليهم نص ساعه في البشره اس ام اس اخر الرقم 5080 سلام انا عندي شعري من القدام خاوي بزاف وانا كنرضع وعندي الكلف الوجه ديالي ميرسي بوكو هذا هو التساؤل ديال المستمعه الشعر خاوي من القدام وكطلبات كثيره وكذلك السيده اللي كتكون حامله او كتكون كترضع الا تساقط هذا الشعر وخفف ليها راه مساله طبيعيه في المرحله ديال الانف راه مساله طبيعيه يا اما غيطيح لها في الحنبل ولا غيطيح لها في الرضع فهاد السيده كترضع حقا غادي دير واحد المحاوله ولكن راه مساله طبيعيه ربانيه وما تترجع كيطيح غيبقى كيطيح يعني واخا كاع غدير واحد العلاج ما غاديش يتحبس من الطيح يعني انا مادام هي باقا كترضع غيبقى كيطيح فنصيحه حتى تكمل الرضاعه ديال التيلات ديالها عاد تحاول تبدا تعالج الشعر ديالها تعالج الشعر ديالها لانه واخا دير اي علاج غادي يبقى كيتساقط انا مساله طبيعيه واخا اما بالنسبه للكلف غادي نعطيوها وصفه عطينا قناع ديال البطاطا مع الحلبه ودقيق الرز وناخذوا دابا شي قناع ناخذوا واحد القناع اخر غادي نعملوا ليها الحبق غادي تاخذ واحد العرش او جوج ديال الحبق ايه الحبق البلدي ايه تاخذ الحبق والحلبه معلقه كبيره ومعلقه ديال الدقيق الابيض ديال الحبق البلدي ومعلقه كبيره ديال الحلبه ومعلقه كبيره ديال الدقيق الابيض وكنخلطوهم بالحامض يتخلطوا بعصير الحامض عصير الحامض كنخلطوهم بعصير الحامض وكنحطوهم على الاماكن فيهم الكلف المده ديال 20 دقيقه ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه ولكن في الايام الاولى من بعد خصها كتبدا كتزيد الوقت حتى كتوصل ل 30 دقيقه نبقاو نزيدو في المده هي حتى بحال الا درناها في الاسبوع الاول غادي نديروها جوج مرات نقدروا نديروها حتى لربع ساعه مي من بعد ان شاء الله الاسبوع الثاني ملي كيبدا كيخفف هذا كنبداو نخليوه حتى ل 20 30 دقيقه اس ام اس اخر احلى صباح واحلى نمرتي سميره ام البنادو اكادير عفاك اختي سناء بنتي فيها لا سيكاتريس ديال القميش في الوجه ديالها بزاف ودابا عندها 17 عام عفاك شنو غادي ندير ليها الله يخليك وشكرا لك بزاف على الدعوه الله يخطيك مشكوره سميره ام البنات من اكادير لا سيكاتريس في كنظن في الوجه ديال البنت ديالها دابا عندها 17 عام كنظن ان القماشي كانوا صغار ولكن كبرات كيصعب ان نحيدهم طوال الوقت كيولي داكشي من تحت الجلد خصوصا يعني مع التعرض الاشعه الشمس يعني هذا كيكون صعيبه ولكن شنو ممكن نديروا باش نخفوا منهم شي حاجه اللي غادي دير قناع من هذه الاقنعه اللي عطينا يعني انت هذه الاقنعه اللي عطينا كلهم كيفتحوا البشره كيفتحوا اللون كيحيدوا الزروقه ديال الكلاف طبيعه الحال غادي يعاونوها يحيدوا ليها من الطاش الى حيدات دوك الطاش بهذه الاقنعه الطبيعيه وكذلك طبيعي. مع استعمال كريم واقي من الشمس في كل يوم اللي تخرج غادي يخففوا اولا كيتوحد اللون على الاقل مستمعه كانت وصلت معنا هذا الاسبوع طلبت وصفه للحد من المشكل ديال شي في الشعر عندها الشيب ولكن غير في المقدمه ديال الشعر ديالو عندها كذلك شعر خاوي فشنو نقدموا لهذه المستمعه الشيب في الشعر عندها الشيب في الشعر واش كتصبغ واش كت ما عندهاش لا هي ما كتصبغش بالصباغه الكيماويه ما كديرش الصباغه لا ما كديرش الصباغه لان كيكونوا بعد الاقنعه كيخص السيده ما تكونش كدير نحترموا لهذا باش ما نضرش الفروه ديال الراس ما تكونش كدير الصباغه هاد السيده غادي تاخذ جوج معالق ديال
الشاي المركز واش مطحوني ديال الشاي المركز وجوج معالق ديال الحنه مطحونه وغادي تاخذ كاس ديال زيت العود وغادي تاخذ هاد الكميه ديال هاد الخليط وغادي ديرها في واحد الكاسرول شويه تطبخ تطبخ واحد شوي وتحطها تتبقى دافيه تفرغ الدافيه وتعملها في الشعر ديالها في البلايص ديال الشي يعني دفا اذا حنا كنخليوها تغلى واحد شويه خصها ضروري شويه تطبخ في العافيه ملي كتنحطوها وكتبدا كتبرد تكون باقا ماشي بردات بزاف تكون باقا شويه سخونه وديرها في هذاك البلايص اللي فيهم الشي غادي تصبغوا بطريقه طبيعيه وفي نفس الوقت حتى من الفروه ديال الراس ديالها غادي تقبض راسها وغادي ينوض لها الشعر اللي طايح واخا اذا ما بقاش معنا الوقت وكنشكرك بزاف بزاف خبيره الشعر والتجميل لطيفه الخضراوي من مركز مونديال ديافي عندك شي اضافه عندي واحد الاضافه نحاولوا نعطيوها ان شاء الله للبنات اللي هما مقبلين على الزواج الله يكمل عليهم اللي بصلات التبريمات الله يجزاك بخير فعلا ذكرتينا بهذه المهمه بزاف لانه كانت طلبات كثيره عندها ايه الله يوفقهم ان شاء الله اليوم غادي نعطيوهم شي حاجه بالنسبه للعروس الا كانت يعني مقبله على الزواج ديالها فبطبيعه الحال كتكون واحد الاسبوع ديال التهيئ كيهيئوا فيه العروس وتهيئ فيه البشره ديالها فهنا غنعطيوها واحد المواد غتستعملهم الجسم ديالها كله مده 7 ايام وهي كتعمل هاد المواد وكتديرهم على الجسم ديالها وكتبحال الا دلعت بهم اليوم كيتساسوا ما كاين هذا ولكن ما كتغسلش خصها تبقى بهم ثاني الغد ليه كتعاود نفس الطريقه مده 7 ايام عاد كتمشي للحمام اذا هاد المواد هما كناخذوا الورد والريحان والسنبل والعكر الفاسي والبابونج كنخلطوهم كلهم بالمدافي وكندهنوهم على الجسم ديال العروس الجسم ديالها كله كنعاودوا العمليه الاسبوع كله كيف ما قلت انا هادو 7 ايام وحنا كنديروا نفس الطريقه يعني غير ملي كينشف غير كنحتحتوه ونعاودوا ثاني الغد لي نعمل نفس الطريقه دوك كلهم مطحونين ومخلطين مع المدافع كندهنوا بهم الجسم ديالهم وكندهنوا بهم الجسم كامل مده 7 ايام ملي كتمشي للحمام كيكون عندها واحد البشره هائله في الدات ديالها كامل فالوقت اللي كتخرج من الحمام كناخذوا الوريقات ديال بالعمان كناخذوا الوريقات ديال بالعمان وكنرقدوهم في الماء الورد وهذا هو الوقت ديالو دابا مع الربيع كناخذوا الوريقات ديال بالعمان وكنرقدوهم في الماء ديال الورد وكنخليهم واحد شويه على ما كيذوب واحد داك الوريقات كيذوبوا ملي كنحطوهم في الماء على ما كيذوبوا كناخذوا وندهنوا بهم البشره ديال العروس وندهنوا لها العلق والصدر ديالها وتدهن الدراوع ديالها بهذا الوصفه وكيعطيو واحد اللون رائع في البشره ديالها كيعطيو واحد البريق واحد البريق وكيعطيوها واحد اللون وردي في البشره ديالها يعني لون رائع ونخليوها المده ديال ساعه تبقى مدهونه بهم وتغسل بالماء صافي ما ديرش الصابون لا ما نديروش الصابون ما كنديروش الصابون كنشلوهم غير بالماء وصافي